انتوا عاوزين تتعلموا هندسة صوت؟ اهلا بيكم. اي موسيقى في الدنيا ليه علاقة وثيقة بهندسة الصوت، علاقة وثيقة، يعني لازم يكون عنده حس في هندسة الصوت او فاهم سنة في هندسة الصوت عشان يقدر يعزف او يقدر يعمل تقدم في مسيرته كفنان. لو انت مهتم بمسيرتك كفنان او انك انت عاوز تتعلم الصوت هندسته ايه وحكايته ايه، بجانب انك انت عازف او انك انت موسيقي بالنسبة للجيتار، هل مثلا لو عملنا حلقات عشان نشرح الاساسيات بتاعت هندسة الصوت، هل هيبقى في مثلا رد فعل منكم؟ تحبوا مثلا حاجة زي ديت؟ فياريت لو الناس حبت حاجة زي كده تبعتلي في التعليقات برضو تقولي هم عاوزين ولا لأ. أشوفكوا الحلقة الجاية.